حياكم الله إلى ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت عضوة لجنة التخطيط النيابية سعاد المالكي إن هناك تعديلات ستجري على الموازنة من حذف وإضافة لإيجاد توازن في توزيع التخصيصات بين الوزارات. وأوضحت المالكي أن المخصصات المالية لبعض الوزارات تحتاج إلى تعديل مسوة بباقي الوزارات التي تحصل على استحقاقاتها بشكل كامل. وأضافت المالكي أن هناك الكثير من التعديلات على أبواب الموازنة، لا سيما أن هناك شرائح لم تجد لها حقوقا مشرعة فيها مثل الخريجين والمهن الصحية. حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق من تداعيات اقتصادية وفرض ضرائب جديدة في موازنة عام 2023. وقال المركز إن مجلس النواب الحالي مطالب بعدم تمرير الفقرات الخاصة بفرض ضرائب جديدة على الوقود المستورد لما له من آثار سلبية على حياة المواطن من زيادة كلف النقل وزيادة أسعار أغلب المواد الأساسية. وأضاف أن هناك حلولاً بديلة أهمها تخفيض مبالغ الموازنة الاستثمارية التي حصلت عليها أو فيها طفرة هي الأكبر عبر تاريخ الموازنات المالية للحكومات. أكد مدير جمارك كردستان العراق سمال عبد الرحمن أن منافذ شمالي العراق تلتزم بتعليمات الحكومة في بغداد فيما يتعلق بالاستيراد على الرغم من تبعيتها للسلطات في أربيل. وأضاف عبد الرحمن أن المنافذ الحدودية في كردستان العراق مرتبطة بوزارة المالية في أربيل، ولكن بنفس الوقت تطبق التعليمات الواردة من الحكومة في بغداد بخصوص البضائع المستوردة. كان سياسيون أكراد قد اتهموا الأحزاب الحاكمة بالسيطرة على المنافذ الحدودية في كردستان العراق وتحديدا السليمانية. أصدرت وزارة الاتصالات في حكومة السودان قرارا وزاريا قد يؤدي بحسب مراقبين إلى توقف خدمة الإنترنت داخل العراق. وذكر كتاب صادر من الوزارة أن تجهيز الإنترنت لشركات الهاتف المحمول سيكون بشكل حصري عبرها فقط، ما جعل مختصين يرجحون توقف خدمة الإنترنت بسبب حجم المشاكل وتداخل المصالح والصلاحيات. هذا ويعاني العراقيون منذ سنوات من سوء خدمة الإنترنت في البلاد في ظل أسعار مرتفعة تطلبها الشركات المقدمة للخدمة مقارنة بدول الجوار. كشفت مؤسسة عراق المستقبل عن ارتفاع صادرات السعودية من اللحوم إلى العراق بنسبة 96% خلال شهر شباط من العام الجاري مقابل تراجع الصادرات الكهربائية بأكثر من 70%. وذكرت المؤسسة أن صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية ارتفعت إلى العراق لشهر شباط عام 2023 بنسبة لمست 7% على أساس سنوي لتبلغ نحو 278 مليون ريال سعودي. وأوضحت المؤسسة أن منتجات الصناعات الكيماوية قد تراجعت والتي تمثل نحو 7% من مجمل الصادرات على أساس سنوي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.